ذاك رجل القرن بأتم معنى الكلمة، رجل تجهل كل تونسي قيمة هذا الرجل. رجل غنوشي رجل القرن. نعم، لأنه الفكر الصعيب على الناس اللي ما هكا شوية ما عندها شوية فكر وعي، تحسوا غامض وكومبليكي وقريب يقولوا حتى المطر ما صابتش من راشد الغنوش. ذر لي عشناه التاريخ هذا، التاريخ هذا عشناه معناتها في زمن الحكم النهضة، ودز على الترويكا والترويكا تابع النهضة وذاك من هذاك، وفريمون واحد يتأسف برشا، معناتها يتأسف برشا كونه هذاك ما ينجمش يكون معناتها قدام مجتمع مش فاهم المبدأ ومش فاهم حتى شيء ما هو فاهم. وإن شاء الله ربي يوفقه هو ورغم الداء ولا عداء وكرسانة برشا حاجات بها فيه تخليه هو مرتاح. هذا اللي خليك تعتبره رجل القرن. رجل القرن وبدون منازع في العالم ولا في تونس، نجم نحطوهم من الناس اللي في العالم، نكلاسيوهم من العشرة الأولى في العالم، أعظم عشرة سياسيين في العالم. في العالم حركة الإخوان وضعفت قدام حاكم طاغي اللي هو السيسي، لكن راشد عرف كيفاش يطين. وما ننساو شاهد التاريخ باش يكتب هذايا 20-30-40، سامحني 20-30-40-50 سنة 100 سنة قدام، ما ينساش التاريخ اللي هالراجل هذاك منع تونس من حمام دم في اعتصاب القسمة 2، وانا كنت فيه اعتصام القسمة 2 الاولى والثانية، وكنت في كل معناتها. هذا الرجل قال لا للدم، لا للدم، كانت عنده البوفوار، التونس كلها تعرف كانت عنده السلطة وكانت عنده كل شيء، ها كان ينجم يعمل وبدون حسيب ولا رقيب. ولكن هذا رجل واعي، هالمرحلة اللي باش تشهد عليها، هالمرحلة اللي باش يشهد عليها التاريخ هذا اليوم وغدوة والأجيال القدام. نحب نبكي أنا على الرجل هذا، نحبه برشا. من كثر حبك الرجل الغنوشي باش تبكي. ما زيدني وما نفعني بشيء راهو، على فكرة معناتها ماهوش حرام عبيد تمشي كيكة معناتها، فهمت؟ أنا حسيتك باش تبكي. إي حرام تمشي عبيد كيكة، علاش؟ علاش الحق رجعوه باطل والباطل رجعوه حق؟ علاه؟ رجل مناضل، رجل 30 سنة وهو في جبهة، 30 عام والرجل يجابه، الرجل يجابه ويقاوم في الظلم وفي الاخر تقول له انت شنو معناتها انت هكا وانت هكا. يا ناس ارجعوا شويه الوعي، يرجعوا شويه. هذاك وقت اللي كان يحارب على اولاد ولادنا ما كناش نحن ما كناش فاهمينه شنو يحارب، بس كي كبرنا عرفنا. على شنو يحارب؟ يحارب على حريه كل تونسي وكل انسان في الامه العربيه. مش حكر على علاش انا قلت لك رجل قرن، لانه هو رجل ما نمش كلش على تونس فقط، هو يحكي على امه، يحكي ديما على مستطلعات الامه، يحكي على شمال افريقيا كيفاش نجم يكون، يحكي على العلاقات الافريقيه اللي لازمنا نحميه ونطوقه ونعملو. عنده ما شاء الله من الزاد ونستحقوه، فهمت؟ كيما برشا زعماء ماتوا ومشاو وما كسبناش منهم. اللي يحب يطيحوا راشد غنوشي ويطيحوا البرلمان توا شنو تحب تقول له؟ يحب يسقطوا البرلمان توا شنو تقول له؟ كيف يسقط برلمان؟ مازلنا ما نيناش منه شيء نحن، ما تنجمش تسقط برلمان انت؟ لا ما تنجمش انت تسقط برلمان تونديسك اللي انت مازلت ما شفت شيء. كيف تسقط برلمان انت؟ سامحني هاو سقطوه البرلمان، شنو ريت انت صح؟ احداث جات غامضه شويه مع احداث لكن مو جوستيفيكاتيف هو الكورونا، نحن نعيش بطبيعيتنا معناتها، نحن تلقائيين ياسر لكورونا ولا التونسي البلي بو في التونسي انه كونه يتحدى برشا حكايات كبيره راهو. ما تصورش باللي كلام راجل غنوشي صحيح. بالنسبه للحركه النهضه ما فادتش البلاد جمله، ما زادت حتى اضافه، وهذا دليل اللي ما نجحتش الجمله، لازم شكون ينافسها
تخلي بلاصتها لغيرها. يعني تصريح رجل غنوشي غلط. لا ما هوش صحيح. نجم نقولوا باللي هو كان اللي الواقع تشوف البلاد ما زاد حد شيء، حرق النهضة ما زادت حد شيء وما عملت حد شيء جديد للبلاد. خلينا نقول المعارضين لحزب حركة النهضة فما منافسة سياسية بيناتهم، قاعدين خلينا نقول يقوموا بالمنافسة السياسية ولا لا؟ بالنسبة للمعارضين فما منافسة ماهيش شريفة، انتر بارونتيز ماهيش شريفة. كل حد يضرب على درابوه، ماهوش قاعدين يضربوا على الشعب التونسي ولا على قفة المواطن. بالنسبة للمنافسة السياسية ماهوش قاعدين يشوفوا في الشعب التونسي الزوالي ولا لمصلحة الشعب التونسي، مستحيل يضربوا كل حد على درابوه. صراحة مش باش نعطي رأيي جملة، تعرفش علاش؟ خاطر أنا في حزب تحية تونس، وأنا ما نحبش نعطي رأيي في الموضوع هذا، وكهو ونحب أنا نحب بلادي لاباس، تونس لاباس، هذاك اللي يهمني، با بلوس. ريتو هذيا المشاكل هذيا نتاع الأحزاب، وواحد يزيد يطيح لنا بلادنا إلى الهاوية، أعطينا بلادنا هكا وفك علينا من حكاية الفارغة هذيا، واللي يعمل يلقى عند ربي، توا فما حساب وفما قضاء. طيب يصفي اللي عمل وكهو. الشيخ راشد الغنوشي معناها عالم من أعلام تونس، ما ينكر في حد، مناضل. التجاذبات السياسية في تونس في أوجها توا، وبالطبيعة هو تصريحي يساعد الحزب متاعو، يساعد التوجه متاعو. إذا أقنع الشعب يا حبذا، ما أقنعش الشعب، وهذيك هي التعددية الحزبية في تونس، اللي هي حاجة جديدة علينا. فما منافسة غير نزيهة مع حزب حركة النهضة، فما كل خلينا نقول الهجمات اللي وصفها رجل الغنوشي غير نزيهة، كيفاش تفسر الجمهور؟ والله توا ريت تجاذبات سياسية من كل الأطراف، وهو أنا عنده محق في جانب كبير من كلامه. فما تنافس في تونس سياسي شريف منذ الثورة، فما تنافس شريف وفما تنافس غير شريف، وعنده نسبة كبيرة من اللي يقول فيه كلامه صحيح. صحيح، خاصة كونه معناه تحسها هجمة، تحسها معناه حاجة كل فاق كل ممنهجة. ولا أنا كي واحد يتبع لريزو سوسيو يحس فما حاجة ممنهجة، حاجة منظمة. ولا عمليات ممنهجة كونتر حزب حركة النهضة ورئيسها، كونتر حزب حركة النهضة وكونتر المسار بكله، مش كان النهضة مستهدفة، معناها دولة بكلها مستهدفة، دولة بكلها مستهدفة، وذوما معناها عباد عندهم مصالح وخسروها، دونك يحاولوا باش يسترجعوا المصالح نتاعهم باللي نجموا، بالقانون بلا قانون، فهمت؟ اليوم اللي ما يفوزش في الانتخابات واللي ما ينصفوش الصندوق يحدث البلبلة ويبدأ يشوش هكا. والله هو المفروض لا، ولكن هذه عقلية متاع يا نلعب يا نحرم. ولا كيفاش نجيبوهم هذوم؟ كيفاش نجيبوهم؟ الشعب لازم يكون واعي، لازم يعرف الشعب. برشا سياسيين غلطوا، وبتبيع النهضة وغير النهضة غلطوا، ومعناها ما مشاوش كوم يلفو معناها في العشر سنين هذوما، ولكن زاد الشعب لازم يكون فايق ولازم ما ينجرش، معناها لازم العباد ما تنجرش وراء دعوة الفوضى دي. لا يا ولا حاجة، ما عنديش رأي، خاطر هما زوج كله كيف كلها تلوج على مصلحتها، بره طلوا على البلايص الآخرين في الأرياف في حي تضامة في كل بلاصة، كلها تلوج على الكراسي، ما عنديش حتى بلاصة. هذا هو اللي عندي، ما عندي ما نقول فيها. كل يفكروا في مصلحتهم، يفكروا في مصلحته. ريت توا اي سياسي باش يعمل حكايه يلوش في مصلحته قبل الشعب، كان يجي يعمل دوره يخرج ميساج تاع نهارين ثلاثه يعمل دوره في اي بلاصه، ميساج حتى في الليل يشوف الميزير اللي عايشين فيها، وهم يلوجوا كله قاعد يعمل في بلاصه وبلاصه وبلاصه. انا بلاصه ما عنديش حتى بلاصه، تونس فقيرة. اللي يلوج ويحب يعمل مصلحة الشعب يدور على الشعب يشوف شنو حالتهم،
يعدوا فيهم في التلافز ولا ما يعدوش. فقراء ما عندهمش ما ياكلوا، ولو واحد يلوج على بلاصه كرسي شبيه يحب يعمل الكرسي يحب شعبه. اللي يقول فيه غلط، تعرفش علاش؟ انا مواطن عادي ما عنديش معاه حتى مشكل، اما السياسه اللي استعملوا فيها توا خارج على السياسه نتاعنا. انا ما ظهروا حتى شيء بالنسبه للشعب، بالنسبه لتونس بصفه عامه ما ظهروا حتى شيء، ما عندهم شيء. هذا اللي يقول فيه هو غلط، معناه هو نورمالمون البرلمان يتحل مش الغنوشي برك. ما عندهم شيء، ما عملوا شيء، ما عملوا. وقته توا باش البرلمان يتحل؟ لا لا وقته عادي جدا، احنا بتبعتنا في ازمه. احنا بتبعتنا في ازمه اقتصاديه وتوجت الكورونا هذه، احنا بتبعتنا في ازمه، معناه متحملين العواقب الكل. والله هذه يحلوها توا خير، ما دام الشعب متحمل. قدر الشعب مش يتفرهد وبعد تعود انت تعمل له نكسه اخرى صعيبه شويه. ما دام هو تو في نكسه خير. والله انا معاه في الحكايه هذه، معناها ثم يعني اختلاف نتاع احزاب وفما برشا يعني حاجات يعني مش كيفاش نفسرها لك، يعني ثم برشا نقاشات مش تصير بين الاحزاب، يعني كل واحد يعني يحب ماذا بيه ماذا بيه ليه، فهمتني؟ وانا من رايي صحيح، يعني حاجه يعني حاجه باهيه انه هو يعني فيق بحاجه بانه ثم اختلافات باش تصير، يعني هو فيق بيت ثم يعني حاجه بيها. الحملات اليوميه اللي قاعد يتعرضها راشد الغنوشي وحزبه ما تعتبرهاش حتى العصا في العجله في الوقت الحالي؟ بالطبيعه هي مش وقته، خاطر توا حاليا يعني البلاد ماهيش راكحه، وزيد يعني في وضع كيما توا يعني برشا يعني تولي ازمات سياسيه يعني بين قوسين. كلامه معقول. علاه توا نورمالمون راشد الغنوشي منتخب، واحنا عايشين في بلاد ديمقراطيه، صارت انتخابات وربح السيد راشد الغنوشي، ربح يعني رشحوا النواب، يعني منتخب ديمقراطيين. تو ولات فوضى ولا تعطيني وقت ما يربحوش اللي هما الضد، ولاو يحبوا يقلبوا عليه الطرح. هذيك هي الاكثر والاقل، هذا مجتمعنا كيفاش نعيشوا فيه. نورمالمون احنا توانسه رانا نعيشوا الناس الكل توانسه كيف كيف، ربح السي ربحت، هذا الصندوق الجاب فهمني، تو عاملين عليها ديجا من الخارج ومن تونس، مش كان في تونس برك، في تونس ومن الخارج، حتى من الخارج فهمني، كل ضد هو ضد حركة النهضة، لأنه النهضة بالعكس هما شوف النهضة أنه الناجحة لأنه ما شدوش عليها حتى مثلا في الفساد، وإلا وقاعد تسعى كان مصلحة تونس.